بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فقد بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، الإيمان بجميع الرسل، كما قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقلنا أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا وحده، ولكن لما كانت دعوة الرسل واحدة كان التكذيب برسول واحد تكذيب لجميع الرسل. ينبغي الاعتقاد بأنهم كانوا صادقون بارون، وأنهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين. أيضا ينبغي أن نعتقد أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ونعتقد أن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، كما قال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أما قول لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تخيروا بين الأنبياء، فهذا في أصل النبوة، وقيل بغرض تنقيص المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع منار جميع الرسل، كما قال: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن مت، لا يظن إنسان أنه أفضل من نبي من أنبياء الله. وأيضا قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ولما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد الأولين والآخرين. وأيضا لما سئل عن أقرب الناس قال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فكان دائما يعلي منار الرسل، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الإنسان عندما يتحدث عن الرسل ينبغي أن يلتزم الأدب، فهو لا يتحدث عن أناس عاديين. أن بعض الناس يعني زي يعني في الظلال يعني يقول ان كان موسى عصبي المزاج، هذا لا يجوز ان يتكلم عن رسل بهذه الطريقه، ما يقولش انه كان عصبي، او يقول كان عنده شهامه وعنده غيره وعنده قوه في الحق، فهذا اللائق بالرسل الكرام، لان الله جل يعني قال يعني عن موسى: واصطنعتك لنفسي، فكيف يصطنعه الله عز وجل لنفسه ويربيه يعني على عينه ويختاره يعني من أفضل يعني خمسة أولي العزم من الرسل، وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يتصف بمثل بصفة فيها نقص مثلا، أو صفة يعني لو وصف بها أحد المؤمنين يعني قد يغضب. فلا بد عندما نتكلم عن الرسل لا بد أن نعلي دائما منارهم، وأن نحمل يعني كلامهم وما قيل عنهم على أحسن المحامل، لأنهم هم الجديرون بذلك. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، جعلهم الله عز وجل أسوة وقدوة للبشرية. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهم أفضل الخلق وأبيض الخلق قلوبا وأطهرهم سيرة وسريرة، فينبغي أن نحبهم. والإنسان يعني مهما اقترب يعني منهم ودرس يعني سيرتهم وقصصهم لا شك أنه يزداد حبا لهم. كما يمكث نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه سرا وجهارا وليلا ونهارا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة إلا 50 عاما فبذل يعني جهده. وذلك لما قال: رب إني مغلوب فانتصر، فتح الله جل السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر،
وحمل يعني نوح ومن معه من المؤمنين وهم قليل على ذات ألواح ودسر بقدرة الله عز وجل أنجاهم الله عز وجل وأهلك الكافرين والمكذبين. فلابد أن أعتقد أنهم بذلوا جهدهم وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وكما ورد في الحديث يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل هل بلغت، فيقول نعم، فيقول لقومه هل بلغكم، فيقولون ما أتنا من نذير، يكذبون على الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك، فيقول محمد وأمته. فنحن نشهد لجميع الرسل لأننا علمنا بالقرآن والسنة الصحيحة أن هؤلاء الرسل قد بلغوا ما أمرهم الله عز وجل يعني به، وقاموا بما أوجب الله عز وجل عليه من البلاغ المبين. فقال فيشهدون ويكون الرسول عليهم شهيدا، ثم تلا قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بعض الناس يقولون الوسط اللي هو المعتدل، يعني أنه يعمل بأشياء ويترك أشياء، وأنه لا يكون يعني متعصبا كما يظن كثير من الناس، لكن الوسط يعني العدل. قال أوسطهم يعني أعدلهم، أمة وسطا يعني عدولا، لأن العدل الذي تقبل شهادته. فهذه الأمة تشهد لجميع الرسل يوم القيامة بأنهم بلغوا يعني أقوامهم، لأن الله جل أخبرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعني بذلك. وهذا أيضا من فائدة دراسة قصص الأنبياء ودراسة يعني التعرف على الرسل الكرام، أن نشهد لهم يوم القيامة. أما عدد الرسل فورد يعني في بعض الأحاديث يعني فيها يعني الحسن وفيها الصحيح عدد الأنبياء وعدد الرسل، ونحن نؤمن بكل ما يعني ذكر يعني في الكتاب وصحيح السنة، يعني إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. الرسل بشر من البشر، يعني ليسوا ملائكة، لا يعلمون الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا يعلمون الغيب إطلاق. أيضا يمرضون ويموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكنهم منزهون عن الأمراض المنفرة كالبرص والجذام مثلا، يعني منزهون عن الأمراض المنفرة وما ينافي يعني عصمة الرسالة أو النبوة. وقفنا عند قول السفريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية، يقول الأنبياء منزهون عن جميع الرذائل من البخل والجبن واللهو واللغو وسائر الأخلاق الذميمة، كانوا في غاية الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء يعجز عنه الملوك، وهو فقير صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، فذهب الرجل لقومه يقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو فقير صلى الله عليه وسلم، يمضي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، لا يقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ يعني ذهب يعني خفيا وبسرعة، وأتى بعجل سمين وقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه أخلاق الرسل منتهى الكرم والأخلاق الحسنة، فهم أولى الناس بالأخلاق الحسنة، منزهون عن البخل والجبن واللهو واللغو وسائر الأخلاق الذميمة، كما أنهم مبرؤون من لؤم النسب، أشرف الناس نسبا. لذلك قوم شعيب قالوا له ولولا رهتك لرجمناك، لولا قبلت ولولا يعني العشيرات لرجمناك، قال أرهطي أعز عليكم من الله. وطبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا في الوجود، فالله عز وجل اصطفى من قريش كنانة، ومن كنانة بني هاشم، واصطفى من بني هاشم فهو خيار من خيار من خيار، فهو أشرف الناس يعني نسبا. ولذلك هرقل لما كان بيسأل أبا سفيان بن حرب يريد أن يتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كيف نسبه فيكم، بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو فينا ذو نسب، يتأكد أنه فعلا نبي. فقال كذلك الرسل تبعث في أنسب يعني قومها، يعني أشرف يعني قومها نسبا. فهم مبرؤون من لؤم النسب وشره القلب وحرص النفس على الدنيا. طبعا هم أذى للناس في الدنيا، ولهذا لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا في أشرف نسب أمته، فلم يبعث نبيا من ذي نسب مرذول، كما لم يبعث نبيا عبدا ولا لئيما ولا امرأة، لعلو مرتبة الذكورة على الأنوثة. النساء ناقصة عقل ودين، فكيف يبعث يعني نبيا؟ مع طلب عدم الاشتهار يعني مع النساء المطلوب للدعوة،
ولكون النفوس مائلة في ذواتهن بسبب الطبع فيغفلون عن مقالهن، والحاصل اختصاص النبوة بأشرف أنواع أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي، ولو في الصبي كعيسى ويحيى وآتيناه الحكم صبيا، والسلامة من كل منفر عن الاتباع كدناءة الآباء وعهر الأمهات والغلظة والعيوب المنفرة للطباع كالبرص والجذام، والأمور المخلة للمروءة كالأكل على الطريق والحرف الدنيئة كالحجامة، والأمور المخلة للمروءة كأكل على الطريق والحرف الدنيئة كالحجامة، وكل ما يخل بحكمة البعثة ونحو ذلك، وبالله التوفيق. قال الله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. وقال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ينبغي أن نعتقد أن أفضل الرسل هم الخمسة أولي العزم من الرسل المذكورين في آيتين، يعني آية في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وآية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ينبغي أن أعتقد كذلك أن أفضل الرسل على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الطحاوي: أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وطبعا الأدلة على ذلك يعني كثيرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، وصاحب الوسيلة، والوسيلة أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا للرجل واحد، وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى في الخلائق، يعني كلهم يوم القيامة التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يقول: لست لها لست لها، ويحيلهم إلى غيره حتى يذهبوا إلى عيسى ويقول: ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيدخل على ربي فإذا رأى ربه خر ساجدا، فيقال: ارفع رأسك محمد، سل تعطى واشفع تشفع. أيضا من الأدلة يعني على رفع درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جل أخذ الميثاق والعهد على كل الرسل كل الأنبياء، لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء فيجب عليهم أن يتبعوه وأن يتركوا ما جاءوا به إلى ما جاء به، كما قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فسواء قلنا أن الآية عامة أن كل رسول لو بعث الرسول الذي بعده يكون ناسخا لشريعته، فهي أيضا تتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي بعده من ينسخ شريعته، فتبقى شريعته هي الشريعة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أو قلنا: جاءكم رسول، كما يعني في بعض التفسير أو هو الراجح، رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وده اللي دلت عليه الأحاديث الكثيرة، منها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع عيسى ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم أتكم بها بيضاء؟ والله لو كان عيسى حيا، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. فموسى كريم الله، لو يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى ما يزال حيا لكان الواجب عليه أن يترك شريعته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته تكون منسوخة، والواجب عليه أن يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا ينزل يعني يحكم بشريعته، لأن شريعته منسوخة،
بل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل من اليهود والنصارى الجزية، ويكون يعني من علماء هذه الأمة. ولما يموت المهدي يحكم عيسى ابن مريم، وذلك بعض الناس بيعتبره من الصحابة، ويكون هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الإسراء والمعراج، وإن هو وطبعا رفعه الله عز وجل إليه، وينزل حكما عدلا في آخر الزمان، لأنه علم أو علم من أعلام القيامة، فنزوله من علامات القيامة. ينبغي أن نعتقد كذلك يعني أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. القديانية وبعض هذه المذاهب الضالة التي هي خارجة عن الإسلام يقولون خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، وبعضهم يقول أنه ختم به الرسالات ولم تختم به النبوات، ولكن الصحيح هو أنه خاتم الأنبياء والرسل، لأن الرسالة أعم من الإيمان النبوة، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما قالش وخاتم المرسلين. وأنه كذلك يعني هو هذه اللبنة التي يكمل بها البناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، لبنة يعني طوبة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة صلى الله عليه وسلم. ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل الدعوات البهائية والقديانية وكل الذين الدعوات القائمة على ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم كافرون خارجون من الملة، يعني ليسوا من أي من ملة الإسلام، لأن من كفر بعقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء يكفر بالله العظيم. ينبغي أن نعتقد كذلك أن النبوة لا تنال بمجرد الكسب والجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات، لأن لو كان الأمر كذلك لكان الباب ما يزال مفتوحا، إنسان يمكن يجتهد فيصير نبيا، ولكن هي وهبية وليست كسبية. وختم يعني النبيون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. وهذا خلاف قول الفلاسفة المجوزين اكتساب النبوة بزعمهم أن من لازم الخلوة والعبادة وداوم المراقبة وتناول الحلال وإخلاء نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة انصقلت مرآة باطنه وفتحت بصيرة لبه وتهيأ لما يتهيأ له غيره من التحلي بالنبوة. وطبعا اللي فتحوا الباب الشيعة والصوفية، يعني فتحوا الباب فولج من ولج، يعني دعوات الدعاء النبوة يعني تجدوا إما شيعي وإما صوفي. الصوفية الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، ويقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت. وطبعا كلاهما أيضا يعتقد يعني بأن الأولياء يعني أفضل من الأنبياء، يعني كما يعني قال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا من الجهل والغباء، لأن الله جل لا يتخذ وليا من أعدائه، والذي ليس من أوليائه فهو من أعدائه، فهل يتخذ الله جل نبيا من أعدائه؟ فلا بد للنبي أن يكون وليا، ولا بد للرسول أيضا أن يكون نبيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء عندهم النبوة مكتسبة. قال: وكان جماعة من زنادقة الإسلام يطلبون أن يصيروا أنبياء. قال: والحاصل أن النبوة فضل من الله عز وجل وموهبة ونعمة يمن بها سبحانه وتعالى ويعطيها لمن يشاء أن يكرمه بالنبوة، فلا يبلغها أحد بعمله. وذلك الكفار لما قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من مكة، الوليد بن المغيرة
يعني أو من الطائف عروة الثقفي، الله عز وجل قال أهم يخصمون رحمة ربك، فالنبوة تسمى رحمة. فيقول إن النبوة هي يعني منة وفضل واصطفاء واجتباء من الله عز وجل، فلا يبلغها أحد بعمله ولا يستحقها بكسبه ولا ينالها عن استعداد ولايته، بل يخص بها من يشاء من خلقه. ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله، لأنه يقتضي كلامه واعتقاده أنها لا تنقطع، وهو مخالف للنص القرآني. لما دامت الإنسان ينالها بالاجتهاد، فيعني كيف نقول أن هي انقطعت وممكن الإنسان يجتهد ويصل إلى النبوة؟ فهذا الاعتقاد يعني يدل على أنه يعني يجوز أن يكون هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هي أمر مكتسب، إنسان يعني يجتهد كالعالم المجتهد يحصل أدوات الاجتهاد، أو يجتهد في العبادة فيصير عابد أو زاهد، ولكنها يعني فضل من الله عز وجل يختص به من يشاء. يقول من زعم أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله، لأنه يقتضي كلامه واعتقاده أنها لا تنقطع، ومخالف للنص القرآني والأحاديث المتواترة بأن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف يعني علي على المدينة قال أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد، لأن هارون كان نبي يعني مع موسى، شفع فيه موسى، وقال ما شفع أخي في أخيه كما شفع يعني موسى يعني في أخي هارون حتى يكون نبيا. قال إلا أنه لا نبي بعد، يعني أغلق هذا الباب بين أنه لا يطمع أحد في أن يكون نبيا أو يدعي أحد النبوة بعد أن ختمت بأفضل الرسل وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونستكمل جولتنا يعني مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم.